يقول المنفلوطي: مررت ليلة أمس برجل بائس فقير، فرأيته واضعا يده على بطني كأنما يشكو ألما، فسألته ما باله فشكى إلي الجوع، فرسيت لحاله ففثأت عنه ببعض ما قدرت عليه وتركته، ثم ذهبت إلى زيارة صديق لي وكان من أثاب الثراء والنعمة ويشكو من الألم ما يشكو ذلك البائس الفقير، فسألت عما به فشكى إلي البطنة، فقلت: يا للعجب، لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجتي، ما شكى أحد منهما سقما ولا ألما، ما ظنت السماء بمائها ولا شاهت الأرض بنباتها، لكن حسد الغني الفقير عليهما فزواهما. لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسنا، لأني لا أعتمد فصلا صحيا بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان.